اليوم في تواجدين في أكاديمية سعد القصبي، تنوقفوا على التدريب اللي تقوم بها الفريق الوطني المبتور الأطراف اللي تتهيئ للبطولة الإفريقية، واللي فعلا يعني الطاقم ديال الفريق كله هو كله حماس وكله ثقة أنه إن شاء الله هي تكون نتائج طيبة لهذا الفريق. وحنا جد سعداء في مدينة فاس أنه هذا الفريق هذا تيتهيئ تيساعد وتياخذ التدريب ديالو باش يمشي يمثل المملكة المغربية في البطولة هذه الإفريقية. نتمنى له كل التوفيق وكل نجاح، وتنشكر سي سعد القصبي اللي هو فاعل رياضي بامتياز وعضو في جامعة فاس، نكون الاعتزاز باش أنه يكون دائما في الموعد. وكذلك مع السادة رؤساء المقاطعات الذين جاءوا باش يبينوا ويوصلوا بأنه حنا الآن جماعة المقاطعات الأهلين كلنا، وباش نكونوا يد في يد وباش نعطيو ما تستحقوا الرياضة من كل اهتمام ومن كل عناية للأطور ديالها للمنخرطين بالفروق، لأنهم كلهم طاقات شابة واللي بالرياضات يمكن نحميهم من عدة انحرافات، ويمكن لهم بهذه الرياضة هذه يكونوا سفراء في بلادنا ومدينتنا في لقاءات وطنية ودولية. ودائما سنجتهد من اجل هذا الشيء ان شاء الله باش نكونوا في المستوى المطلوب، وتنشكركم انتم كذلك متواصلين معنا باش ان هذه اللقاءات هذه تبقى دائما متواصله، وفاس تطلع على هذا النشاط الرياضي والثقافي واقتصادي وكل ما يهم الساكنه ان شاء الله نكونوا في الموعد باش يتحقق.